بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم ونبارك على سيد المرسلين صلاة المسلمين إلى يوم الدين. بداية أقول لأسرة الميمون ولعائلة حفة عزاؤنا واحد. هذه الأسر ليست وحدها فقط الدكتورة مليكة حفان، ولكن الدكتورة مليكة حفان هي فقيدة مشروع وحدوي، مشروع إصلاحي تركت فيه بصمة كما ذكرت الأخت في كل تجلياته وفي كل مجالاته. فأنا باسم حزب العدالة والتنمية وباسم قطاع النساء لحزب العدالة والتنمية أتقدم بهذه التعازي، ولا أجد رغم يعني الموقف صعب جدا والكلمات تتبعض واللسان يتلعثم، ولكن أجدني أجدني مصرة على أن أقدم هذه الشهادة. فأختي مليكة حفان عرفنا فيها علو الهمة، عرفنا فيها الجدية، عرفنا فيها العلمية والحجة والدليل، فالأخت لا تتكلم إلا بالحجة والدليل، ومن هذه الحجة والدليل شقت عملا نسائيا وبنت المشاركة السياسية للمرأة في العمل السياسي، فكان لها الشرف أن كانت أول رئيسة للجنة النسائية للعمل النسائي بجهة سد الزلال، ومن خلال هذه اللجنة عرفنا الأخت حقا معرفة، وعرفنا فيها كل معاني الأخوة، وعرفنا فيها كل معاني الهمة، وكل معاني الجد والعمل، فكانت الأخت لها بصماتها في العالم الحضري كما العالم القروي، وكان للأخت العديد من النساء التي بسببها كانوا يدخلون للعمل السياسي بسبب محاضرات التي كانت تشق في هذا الإطار، فالأخت عملت في هذا الإطار بالمشاركة السياسية للمرأة. وفي هذا الإطار أيضا عرفت الأخت يعني من خلال زيارتي المتكررة ببيتها، حقيقة جسدت يعني الأخوة الحقيقية، فكانت مع الأخت مليكة حفان لا نعرف معنى التكلف ولا نعرف معنى الحدود في الزيارة داخل البيوت، ولا نعرف معنى الفرق بين أخت وأخت، فكانت تقول نحن أخوات لا فرق بيننا، والمجال كيفما كان يستقبلنا والبيت كيفما كان يجمعنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقها الفردوس وأن يرزقها أعلى الدرجات في أعلى الجنان، وأن يتغمدها ويرزق أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإن لله وإن إليه راجعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.